الله يبارك فيك يا وان شاء الله يوصلك البيت. وادرت ادوات بيتك كيف كانت قبل وكيف الحين؟ تصفير البيروقراطيه الدواء بيوصل البيت. وكيف كانت تجربتك ان الدواء اليوم يوصلك البيت؟ والله حلوه التجربه، يعني على طول طلعت من المورد واتصلوا فيني التوصيل ووصل البيت على طول. يعني السلام عليكم ابوي. مرحبا غالي. عليك السلام. يا مرحبا وسهلا. طالع خلصت موعدكم بدون دواء بدون شيء طالع؟ والله انا صراحه الدواء من العياده هذه وصلنا للبيت، دوائي قبلي بيوصل البيت. شو رايك بالخدمه؟ صراحه خدمه ما عليها غبار، يعني انا هذه مش اول مره راجع عياده الجلديه، ولكن هي صراحه يعني التعامل هذا اني وصلوا لك الدواء للبيت ما لله. تتعب ولا توقف في الصيدليه ولا طابور ولا حاجه. الحمد لله الامور طيبه. الحمد لله. يعطيك العافيه. الله يعافيك الغالي. الحمد لله we are pretty happy with the treatment what she got so الحمد لله all great all good thanks to the Qasmi hospital. انا اقول لك اخبارك طيب الله يسلمك. كيف فتحات المؤسسه عندنا؟ لا ما شاء الله كل شيء مرتب الحمد لله. وتحس في يعني في تطور في هذا؟ في تغيير في المكان هذا. يعطيك العافيه. لا والله كل شيء تمام ما مقصرين شيء الحمد لله. لا 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 ايدي يمرون بيتي الحمد لله رب العالمين. الله يبارك الصحه والعافيه. الله يعافيك يا رب العالمين.